بدأت الأسبوع الماضي حديث حول دعوة للتلمذة، وتكلمت الأحد قبل الماضي عن الهوية، وإن المؤمنين لقبوا في سفر أعمال الرسل بألقاب محددة، أنهم مؤمنين وبالتالي هم أبناء إخوة، لكن اللقب الرئيسي اللي أعطي للمؤمنين في سفر أعمال الرسل أنهم تلاميذ. تلاميذ. وقلت أن الكلمة دي هي الحلقة المفقودة في كنيسة اليوم، اللي أفقدت الكنيسة قدرتها أن تعيش الكنيسة الأولى بحسب المواصفات الإلهية. الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، فإحنا أبناء بالتالي إحنا إخوة، ودعانا أن نخدمه. وناس كتير بتتحول من البنوية إلى الخدمة دون أن تتعلم أن تكون أولا تلميذ، تلاميذ للمسيح. في كوننا تلاميذ بنتعلم المسيح، بنتغير. تكلمت الأسبوع اللي فات عن فكرة الجهاد، في جهاد ولا ما فيش جهاد؟ في جهاد، جهاد الإيمان الحسن، وإن دي التلمذة، حياة جهاد، بجاهد بالإيمان والجهاد الحسن اللي فيه. شفنا المثل بتاعنا يعقوب اللي ناس كتير قوي مش زعلانة منه، مع أنه واحد من أبطال الإيمان، ولقب ربنا كده إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويعقوب ادانا المثل الحقيقي أنه جاهد مع الله والناس وغلب. جاهد مع الله عشان يغلب ربنا؟ لا، جاهد مع الله عشان ربنا يعمل إيه؟ ربنا يغلبه، ربنا يغلبه، ربنا يغيره، يغلب كبرياءه واستقلاليته واعتماديته على نفسه، يغلب رغباته الشخصية لتصير رغبات إلهية، وغير اسمه، غير هويته، غير حياته ليكون إنسان الله. عايز أكمل في هذا الحديث النهاردة كمان، وإحنا نتكلم عن قيمة ومعنى التلمذة. أرى بعض الكلمات اللي قالها السيد المسيح شخصيا في هذا الموضوع. حارة من متى ثلاث قراءات، حبدأ من أصحاح 10 وبعدين أصحاح 11 وبعدين نهاية هذا السفر. متى 10 من عدد 24. ليس التلميذ أفضل من المعلم. أفضل هنا أباف، فوق، أعلى. ولا العبد أفضل من سيده، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. إن كانوا قد لقبوا رب البيت ببعل زبول، فكم بالحري أهل بيته، فلا تخافوهم. متى 11 عدد 27. كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. مين بيعرفني الآب؟ الإبن. تعالوا إلي يا جميع المتعبين، مش أنا اللي هعرفك، أنا اللي هوصلك، أنا الطريق. تعالوا إلي يا جميع المتعبين مهما كان تعبك نوعا وكما، وثقيلي الأحمال وأنا أريحك. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. قراءة أخيرة من نهاية هذا السفر، إنجيل متى وأصحاح 28 من عدد 18. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. اسمحوا لي أخذ دقيقة، كلنا نسكب قلوبنا قدام الرب، قل له كلمني، فهمني، عايز أسمعك،
عايز أصغي إليك، اديني نعمة الفهم والإصغاء، اديني روح الوداعة عشان أتعلم طرقك يا سيدنا الرب. نلتف حول مائدتك يا رب في هذا الصباح، نؤمن أنك في وسطنا بصورة خاصة هذا الصباح. أنت المعلم يسوع، تكلم إلينا رب، علمنا ما قلته للتلاميذ أعيد علينا مرة أخرى. فهمنا ما تريد أن تقول، ادينا قلوب تقبل الكلمة المغروسة فينا القادر أن تحكمنا للخلاص. أعطي لعبدك نعمة خاصة يا رب عشان هذه الرسالة تكون لي قبل أن تكون لإخوتي، حتى تتجاوزني لتقف أنت وتكلم بنيك وبناتك، ليس فقط الموجودين في داخل هذه الكنيسة لكن الذين يسمعوننا عبر شاشات التلفزيون والإنترنت. كلمنا يا رب، كلمنا، فهمنا، نورنا، أعن ضعفنا يا سيد. وعدت أنك معنا كل الأيام، قلت أن ندفع إليك كل سلطان في شفاعة الابن الوحيد المبارك. استجب لنا. آمين. ثلاث كلمات هامة قيلت في الثلاث قراءات دول، قالها المسيح نفسه لتلاميذه. في أصحاح 10 بيقول الكلمات ديت، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه، like his teacher. أنا لست أعلى منه، أنا ما عنديش حقوق أكتر، أنا لا لا لا، أنا مش أعلى مكانة أكيد، أنا مش أفضل أكيد. يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه، ده الهدف، أنا عايز أبقى زيه. ده التلميذ، التلميذ عايز يبقى زي معلمه، مش أعلى منه، مش أفضل منه، ما ياخدش امتيازات أكتر وياخد حقوق أكتر، لا لا، أنا عايز أبقى زيه. مش عارف ده كفايه ليك ولا لا، مش عارف ده يكفيك ولا يعني مش كفايه، يعني لا انت عايز اكتر من كده، يعني مش عارف. يعني في اصحاح 11 بيقول احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، فهو المعلم الذي يعلمني ويريد ان يضع نيره علي. ده التلميذ الذي يريد أن يأتي للمسيح، فيأتي إليه ليستريح. وهناك راحة أفضل. أنا فاكر على المنبر ده عملنا تمثيلية، وافتكر كانت الجمعة الصبح، فاكرين ما جبنا الشنطة وجبنا النير؟ حد فاكر المنظر دوت؟ محدش فاكر خالص، حد فاكر؟ وقلنا أنا جايب شنطتي، جايب حملي، كان في الوادي، وعملتها هنا صدقني في الكنيسة كمان. عملتهاش هنا في الكنيسة؟ لو كنت عارف كنت عملتها النهاردة الصبح، لو أنا عارف أن أنا مش عارفتها، معلش أنا ذاكرتي تخوني. لكن بعمل منظر جميل قوي، شبه الصورة دي، أن أنا عندي حملي عايش بيه، أحمالي، والأحمال دي أنواع كتيرة، أثامي وعيوبي وقيودي ومخاوفي واحتياجاتي، عندي شنطة السوت كيس بتاعتي مليانة أثقال. بروح للمسيح بيقول لي ارميها عليا، ملقين كل همكم علي، لأنه هو يعتني. يا ثقيل الأحمال تعالوا إلي أنا أريحكم. خلصت القصة؟ لا، ده التوبة، دي المجيء لربنا، دول أمنوا فصاروا أبناء الله. على طول بعدها بعيش التلمذة. إيه التلمذة؟ احملوا نيري عليكم. بقى أنا جاي لك شايل لك حملي، شايلني أنت حملك، وبعدين يجي حملي ايه في حملك؟ بيقول لان نيري هين وحملي خفيف. ازاي يعني؟
ازاي وصاياك وتعاليمك وحياتك واني اتعلمك ده هين وخفيف. ليه؟ لو حاولت تشيل نيري وحملك لا يمكن. لازم تطرح احمالك، لازم تستريح من اللي عندك خالص، لازم اريحك الاول وتسيب همومك تماما وتسيب مشاكلك تماما وتسيب اثقالك تماما عليا وتثق فيا. لما تحمل نيري هتجده خفيف وهين لعده اسباب، اهمهم اني انا شايله معك. ان انا شايله معك. النير مش ثقل، النير عصايا بتخليه أنا وهو بنجر الحراس اللي بيحرسوا الأرض، بتجر الحمل العمل اللي أنا عايز أؤديه مع ربنا. فنيره هين لأني بشيله معاه، بشيله معاه وطول الوقت عمال يقول كل شيء قد دفع إلي من أبي، فبتكلم عن سلطانه وقوته. وفاكر في المشهد في التمثيلية اللي احنا عملناها ديت ان النير ده تقيل قوي مش كده؟ فهو شايل الجزء الكبير وسيبني بس ايه ماسك كده كأني شايل. انا مش شايل ولا حاجة، انا شكلي شايل. وبحكي الفكرة دي لما اب يبقى شايل شنطة طبعا ابنه عايز يشيله معاه، فالاب بيروح شايل كده وبعدين ابني ماسك كده وحاسس انه شايل مع ابوه، لكن هو مش شايل، هو ماشي مع ابوه، هو ماسك في الامر دوت، لكن هو في واقع الامر هو متشال، هو مش شايل. الدعوة ان اتي لاستريح، لكن ما خلصتش عند كده، اني طرحت خطاياي وهمومي ومشاكلي فاسترحت. وناس كتير بتقف عند هنا وبعد شويه الراحه بتروح، لان هناك راحه اعظم ان اصير تلميذ للمسيح، ان احمل نير المسيح، ان اتعلم من المسيح، ان اكون كمعلمي كالمسيح. القراءة الثالثة بتقول دفع عليه كل سلطان، مرة تانية بيتكلم عن قوته وسلطانه، بيتكلم عن من هو، وبعدين بيقول تلاميذ اذهبوا تلمزوا جميع الأمم. فاعتبر الكرازة دعوة للتلمزة قبل حتى دعوة للتوبة. تلمزوا جميع الأمم وعمدوهم. طب وبعد ما الشخص ده يؤمن ويعتمد ليسوع المسيح ويبقى ابن حقيقي لله نعمل له ايه؟ نحطه في الكنيسة ونصلي عليه؟ لا لا لا، علموهم. السر بقى ان يحفظوا جميع جميع ما اوصيتكم به. ما قالش شيلوا حتة من النير، ما قالش اتعلموا على قد ما تقدروا مني، ما قالش التلميذ يبقى نص معلمه، قال التلميذ كمعلمه احملوا نيري، تعلموا مني، احفظوا جميع ما أوصيتكم به. ودي الكلمة اللي عايز أقف عندها النهاردة. فين المشكلة بتاعتنا؟ مشكلتنا إننا دايما عايزين نختصر، عايزين نختصر، ما بنحبش جميع ديت، نحب نختصرها. فاحنا مثلا في المذاكره الطالب يعني اللي مش يعني مش بيحب المذاكره قوي يجي يقول ايه هي ايه الابواب المهمه اللي بتيجي فيها اغلب الاسئله، نذاكر دي والباقي نسيبه وندعي ان ربنا ما يجيبش فيها اسئله، صح؟ ولو جاء الامتحان كله في اللي انت سبته سقطت بالثلاثه، صح؟ فدايما باجي اقول أسكر جزء من المنهج وحادي بادي مش عارف ايه واخد ده واسيب ده، صح؟ او اسيب اخد فصل واسيب فصل، اخد فصل واسيب فصل، ها؟ على امل يعني ان الراجل لما يجي وهو ممكن برضه يبتدي الامتحان يسيب ياخد ده ويسيب ده وياخد ده، فتطلع كل الاسئله من كل، صح كده؟ بختصر. في الشغل بتاعنا برضه بنميل للاختصار، نختصر تبيض 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 وبعدين تيجي في الاخر عند الحوافي تسيبها، تركب تركب وبعدين عند الزوايا تسيبها، تنظف تنظف وعند المش تسيبها. احنا دايما في العمل بنسميه دايما unfinished work، دايما ما نعملهاش للاخر، ما نحبش للاخر. دي عندنا عقده نفسيه ضد كل. ليه كل؟
ليه جميع؟ ليه أذاكر كل المنهج؟ ليه أعمل الحاجة لغاية الآخر؟ المصيبة الأكبر اللي أنا هحكيه دوت. كنا بنسجل أنا وإيمان في مدرسة المسيح فصل اتأجل من حوالي سنة عن تربية الأبناء. قعدنا سنة ما بنسجلش وسجلنا الشهرين اللي فاتوا دول على مرتين تربية الأبناء. فتكلمنا عن 12 مبدأ أساسي في الكتاب المقدس عن تربية الأبناء. وبعدين في الجزء الثاني خدنا المراحل العمرية كلها وكل مرحلة احتياجاتها إيه ودور الوالدين إيه في سداد احتياج هذه المرحلة. وعند مرحلة المراهقة خدنا 5 حلقات كاملة لأنها مرحلة طويلة وعميقة وهامة جدا. وبعدين أخت رفعت إيدها في الأسئلة وسألت سؤال جميل جدا. إيه السؤال؟ قالت هو أنا لازم أعمل كل ده؟ ينفع أول سنة أخد حاجتين أعملهم والسنة اللي بعدها أخد حاجتين والسنة اللي بعدها أخد حاجتين وأنا لازم أعمل كل ده؟ طفلة ولد عنده مجموعة من الاحتياجات، ممكن أعمل له حاجتين وأسيب الباقي؟ أرضعه وأغير له، لكن ما بوسوش ولا طبطب عليه ولا حن ولا أكلمه خالص، يطلع أخرس. بس. ينفع أعلمه بس ما أدبوش، أعاقبه، أكثر حاجة واحدة بس، أعاقبه بدل التأديب، بس أعمل أكثر غلطة، صعب أوي التأديب ده، العقاب سهل أوي، تديله بالقلم كده وخلاص وتخلص. ينفع؟ احنا دايما عايزين نختصر. التلميذ الحقيقي في مدرسة المسيح في ملكوت السماوات يؤمن بمبدأ جميع أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وناس كتير مؤمنين عايشين مع ربنا بيعرجوا، مش مختبرين النصرة، مش مختبرين الفرح، مش مختبرين الثمر، حياتهم مش لامعة، حياتهم مضيئة، عندهم احتياجات هائلة، عندهم مشاكل كتير. يقول لك أنا مش عارف أعيش اللي بتقولوا عليه ده. أفتكر جزء كبير من المشكلة هي الاختصار. هو اختصر جزء كبير من المنهج، هو أخد الحاجات اللي بيحبها ورفض الحاجات اللي مش داخلها له دماغ. هو قال السنة دي أخد الحاجتين دول والسنة اللي بعدها أخد الحاجتين والسنة اللي بعدها أخد الحاجتين. يعني دايما أنت هتاخد حاجتين من 8. مين قال إن ده ينفع؟ هو مين قال إن ده ينفع؟ عايز أشرح الفكرة دي وهاخد مثلين. مثل التطبيقات العملية ما عاشته الكنيسة الأولى كممارسة، وهاخد مثل من المبادئ المسيحية وأشوف إن ما ينفعش غير جميع جميع، وإني أنا لما ألتزم عايز ألتزم أمام الله بجميع بكل مش بالجزء، بكل مش بالجزء. لو جيت للكنيسة الأولى في سفر أعمال الرسل، أول مجموعة أمنت واعتمدت وانضمت للكنيسة في أعمال وأصحاح 2 بيقول لنا الكتاب على طول هؤلاء كلهم وكانوا يواظبون، بصوا على 4 حاجات، على تعليم الرسل، الشركة، كسر الخبز، الصلوات. وكانوا تاني يوم ما أمنوا واعتمدوا وصاروا أبناء بقوا تلاميذ. في التلمذة ديت كانوا بيعملوا 4 حاجات، 4 حاجات: تعليم الرسل، الشركة، كسر الخبز، الصلوات. شيل واحدة منهم، لازم الأربعة. واحد همشي على سطر ويسيب سطر، بلاش يا عم، همشي على سطرين ويسيب سطر. لازم الأربعة. عربية عجلة نامت، يا عم سيبها نايمة وكمل. ناس كتير مستغنين عن واحدة من الأربعة دول. على تعليم الرسل، المعرفة، الوصية اللي قالها للتلاميذ علموهم جميع ما أوصيتكم به، معرفة الحق. طب ألاقي فين تعليم الرسل؟ أهو في كتابه، أهو ده تعليم الرسل اللي قالوه كتبوه وتركوه بين أيدينا لنتعلمه.
أن أعرف الحقيقة، أن أفهم الوصية، أن أقبلها في قلبي، أن ألتزم أن أعيشها. يحفظ هنا مش يعني يسمع، يحفظ يعني يعيش. جميع ما أوصيته كانوا يواظبون على تعليم الرسل. إحنا بنروح الكنائس وبنحضر وعظ، الوعظ غير التعليم. الوعظ تشجيع إنك تعيش، لكن التعليم هو الدراسة المتأنية لربنا عايز يقول لي الفهم الحقيقي للحق. مفاجأة، ناس كتير بتيجي في المشورة فجأة الكم الهائل للفهم الخاطئ عن ما قاله المسيح. هلك شعبي لعدم المعرفة. مؤتمر اللي فات الأخير بتاع شباب ثانوي خدناه كله عن كيف أختبر الرب في حياتي. المعضلة الكبيرة أن الناس معتبرة أني أختبر ربنا هي أني أحس به. خدت محاضرة كاملة عشان أفرق ما بين الشعور والاختبار. الإحساس بحضور ربنا مش هو الاختبار. اختبار الحياة مع ربنا يعطيني مشاعر، لكن المشاعر مش هي الاختبار. العيال بصين لي فاتحين بقهم كده، دول صغيرين. التقيت بناس كبار قوي عندهم نفس مشكلة، هو مش قادر يفهم الفرق بين الشعور والاختبار. فرق كبير قوي الاثنين. اللي بيدور على مشاعر يعيشها مع ربنا هيضيع، لأننا نسلك بالإيمان والمشاعر نوع من العيان، لكننا نختبر الله، نطلبه فنجده، نختبر الحياة معه، نعيش معه، نضع حياتنا من أجله، فتأتي النار المقدسة وتأكل حياتنا فنختبره فنحس ونشعر. وحتى لو ما حسنا ما تفرقش معانا، لأننا نختبر. تعليم الرسل، انت فاهم؟ انت دارس؟ انت بتتعلم يوم بعد يوم؟ انت بتصحح مفاهيمك عن ربنا؟ انت تلميذ عايز تتعلم جميع ما قاله المسيح لتفهمه وتعيشه، ولا انت بتكتفي بالكفاف؟ بعد الاجتماع بسمع وعظ قوي جدا بيشجع حياتي، لكن ده فهمت حاجه، تعلمت حاجه، بتدرس، بتقرا، بتتعمق، بتشاهد، بتكتب نوتس، بتسال، بتتاكد انك تعلمت. كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات، الفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين الى البر. كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركه، شركه مع بعض، كوينونيه، الفيلوشيب، عايشين مع بعض، بيحكوا حياتهم في بعض. زي ما كنت بتكلم الاسبوع اللي فات، الحديد بالحديد يحد، والانسان يحدد وجه صاحبه. مش كفايه عم انا درست وفهمت انا خلاص بقى، اصل المؤمنين دول برضو فيهم حاجات غريبه جدا وانا مش عايز اتعصر. يا سلام، وانت ما فيكش، انا يا عم لا عايز اتعصر ولا اعصر. طب انت كده مش هتتعصر خالص. كوينونية، يواظبون على الشركة، يعيشوا مع بعض. مش كده في مجموعات تلمذة عشان عندي مجموعة أعيش معاها وحك حياتي فيها واتعصر فيها، ونعلم بعض ونتعلم من بعض المسيح. كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة، فيلوشيب. مش كده بقول للناس اللي قاعدة قدام التلفزيون ما ينفعش تعيش حياتك على التلفزيون، هتشارك مين على التلفزيون؟ فيسبوك، تويتر، يوتيوب، بس من بعيد. كوينونية، الشركة. وبعدين كسر الخبز، بتناولوا مع بعض. في مؤمنين بقالهم شهور وسنين ما تناولش، أصل المناولة دي ذكرى وأنا بفتكره كل مرة وأنا بصلي، مش محتاج. المناولة مش ذكرى، المناولة اتحاد بالمسيح واتحاد بعضنا ببعض. وده اللي بيقوله بولس الرسول لما بيتكلم عن المناولة، ان هذا الجسد المسيح اللي بيأكلني وبيشربني بيثبت فيا وانا فيه. هذا جسد المسيح لما بنأكله معا بنتحد بعضنا ببعض فنصير الجسد الواحد، الجسد الواحد، جسد المسيح.
كانوا يواظبون على التعليم، على الشركة، بعضهم مع بعض يعيشوا مع بعض، يحكوا في بعض، يتلمزوا بعض، يعترفوا بعضهم لبعض بالزلات، يعينوا بعضهم ضعفات بعض، وكسر الخبز. الدرس الرابع والصلوات. صلوا، صلوا مع بعض في مجموعاتهم الصغيرة وفي اجتماع الصلاة، صلوا مع بعض ويقضوا الليل كله في الصلاة، صلوا مع بعض أمام كل التحديات. كانت الكنيسة تجتمع بنفس واحدة لتصلي معا، فالله يجري آيات وعجائب ويفتح قوى السماوات ويفتح أبواب السجن. عاشوا مدرسة الصلاة. عشان أشبه المنظر ده ببعضه خلينا نقولها في صورة طبخ. طبخ التعليم زي بالظبط لما أنت حضرتك تجيب مكونات الأكل المختلفة، جبت الدقيق وجبت الزبدة وجبت الكاكاو وجبت الحاجات اللي أنت هتعملي بيها الكيكة، أو جبت اللحمة أو الفراخ وجبت مش عارف البشاميل اللي هتعمليه بيها وحطيتي السمنة ولا الزبدة اللي جبت المكونات. ده التعليم. وبعدين الشركة وكسر الخبز، إنك بتاخد المكونات دي تعملها إيه مع بعضها؟ تدوبها في بعضها. تخيل لو جبت زبدة وجبت دقيق وجبت صلصة وجبت شوية حاجات كده وحطيتها جنب بعضها ورحت مدخلها الفرن، تطلع ايه دي؟ تالي لازم تعمل ايه؟ تدوبها في بعضها. وبعدين تخيل بقى انها تتاكل، صح؟ تتاكل كده، تاكل لازم تعمل ايه؟ تحطها في الفرن، صح كده؟ هو ده المنظر. تعليم الرسل زي المكونات، الشركة وكسر الخبز زي بيقلبوها في بعضها، الصلاة هي الايه؟ الفرن، دخلها الفرن تستوي، تستوي وتنفخ كده والبيكنج باودر يخليها تتنفخ كده وتخليها كيكة جميلة جدا تاكل صوابعك وراها. أي واحدة من الخطوات الثلاثة ديت إذا ما جبتش المكونات الرئيسية، إذا جبت حلة كده فاضية خالص ها وقلبتها كده وهي ما فيهاش وحطيتها في الفرن، تطلع ايه؟ تطلع محروقة الصينية. من غير الثلاث خطوات ديت مش هتاكل، مش هتاكل، ما تقدرش تستغنى عن اي واحدة من العناصر الثلاثة دول عشان في الاخر تاكل، عشان يبقى الاكل له طعم ومذاق خاص. كانوا يواظبون على التعليم والشركة وكسر الخبز والصلوات. اختصرت الأربعة دول في إيه حضرتك؟ شلت إيه من الأربعة؟ لا أنا بتناول، لا أنا بتناول، حلو خالص، ماشي. الصلاة دي مش ملياش فيها. ما بحبش الفرن يا عم، بتحمص زيادة. أنا أحب الني. التعليم ده مش مزاجي بقى، بحب اقعد اتفرج بقى واكتب واتعلم واسمع واقرا واذاكر واسال. لا 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 ماليش في الحاجات دي، انا في المدرسه كنت بنط من على السور. كل كل عايز اخد مثل تاني. مش بس في الاجراءات اتبعوا جميع الاجراءات المطلوبه، الأربع رجلين بتوع العربية، التعليم والشركة وكسر الخبز والصلوات، لا، في التعليم نفسه في الحقائق الروحية تعلموا أن يحفظوا جميع ما أوصانا به. هاخد مثل، خدنا ده في باب في مدرسة المسيح اسمه مبادئ الحياة في الملكوت، مبادئ الملكوت، وقلنا أن بولس لخص مبادئ الملكوت، مش كل الحقائق، مبادئ الملكوت في ثلاث كلمات ذكرت في الكتاب مرات كتيرة جنب بعض الثلاثة دول، حقراهم في بعض المواضع اللي جت فيهم. كروس الأولى 13 بيقول في عدد 13: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، لكن أعظمهن المحبة. وواضح ليه أعظمهن المحبة، لأن دي اللي هتفضل بعد انتقالنا للعالم. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة. غلطية في غلاطية 5:5-6 بيقول مرة تانية الكلمات ديت، غلاطية 5:5-6
فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. بالروح من الإيمان نتوقع رجاء، الإيمان العامل بالمحبة. طيب نقرأ كولوسي، كولوسي واحد بيقول إيه؟ استمعنا إيمانكم بالمسيح، محبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماويات. هايل. نقرأ تسالونيكي الأولى واحد وعدد ثلاثة، متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم، تعب محبتكم، صبر رجائكم. ما تختصرهم دايما، تقول التلاتة 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 التلاتة. لكورنثوس بتقول نفس الكلام، لكولوسي بتقول نفس الكلام، لغلاطيا بتقول نفس الكلام، لتسالونيكي ايوه ايوه انا ما بغيرش المبدا، ما بيتغيرش. في ثلاث حاجات في حياتي مع ربنا لازم احتفظ بيهم التلاتة معا، والا it will not work، مش هتشتغل. اشرح الفكره دي، اشرح الفكره دي. الايمان هو اللي بيه بستقبل النعمة الإلهية. الله باركنا بكل بركة روحية في المسيح يسوع. استقبل البركة دي بإيه؟ بالمحبة، بالرجاء، بالأعمال الصالحة، بالإيمان. الإيد الوحيدة لتستقبل النعمة الإلهية هي إيد الإيمان، أنه موجود ويجازي الذين يطلبونه. بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. لا يظن هذا الإنسان، يعقوب بتاع الأعمال بيقول كده، لا يظن هذا الإنسان اللي مرتاح في قلبه أنه ينال شيئا من قبل الرب. الإيمان هي اليد الوحيدة التي تستطيع أن تنال عطية الله، من أول الغفران أنه غفر لي فاغفر لنفسي واغفر للناس، لغاية قوة القيامة التي أستطيع بها كل شيء في المسيح الذي يقويني. من أول الغفران لغاية قوة القيامة التي بها أستطيع كل شيء أنالها بالإيمان، وما فيش طريقة تانية خالص لنوال النعمة غير بالإيمان، لأن النعمة هدية مجانية. الطريقة الوحيدة أنك تاخدها أنك تصدق وتاخدها، ما فيش طريقة تانية. طب إيه المحبة؟ المحبة هي العلاقة. حياتي مع ربنا مش مجرد إيمان باخد باخد باخد، لا، العلاقة مع ربنا حب، بحبه زي ما بيحبني، ولما بحبه بحب الناس. فبالمحبة بستمتع بربنا، بالإيمان بنال عطاياه، لكن بالحب بستمتع بربنا، بستمتع بحبه ليا، بأبوته، برفقته، بمعيته، وبحب الناس فبستمتع برفقتهم وأذيتهم. والوصية في العلاقات مع الله والناس المحبة. الباب اللي اتكلمنا عنه عن العلاقات ده كله، من أول العلاقات الزوجية والعلاقات مع الأطفال، وكلها قائمة على مبدأ المحبة. الحب هو مفتاح العلاقة، هو مفتاح العلاقة مع الله ومع الناس. فبالإيمان بنال لأعمل، وبالمحبة بستطيع أني أستمتع وأمتع، بستطيع أني أشارك وأتشارك، بستطيع أن أعيش الحياة المسيحية. والرجاء، الرجاء هو اللي بيديني الصبر أن أستحمل، أستحمل الألم والاضطهاد والجوع والعري والخطر والسيف. إن شاء الله، إن شاء الله بالإيمان والمحبة مش هيبقى فيه أي تعب ولا مشاكل ولا إحباطات ولا ألام ولا ظروف وحشة ولا تحرش جنسي ولا حاجة خالص، الحمد لله. فمش نحتاج للرجاء. يا سلام، نحن نعيش في عالم وضع في الشرير. جزء كبير جدا من سبب الإلحاد المعاصر هو قضية الظلم الاجتماعي، هو قضية الألم. والناس مش فاهمة أن الكتاب كتب عن الألم بشدة، وقال أن هذا العالم قد وضع في الشرير، وأن هذا الشرير الذي يحكم هذا العالم يكره البشر ويعذب الناس ببعضهم البعض وبيديه هو شخصيا، وأن الله بريء. كتبت على تويتر كده
لغاية إمتى هيفضل هذا التحرش الجنسي في شوارعنا؟ عايزين حملة قومية لوقف هذا التحرش الجنسي. أين الشرطة؟ فمش عارف، مش فاكر ولد ولا بنت رد عليا وقال لي ليه بتقول أين الشرطة؟ أين الله؟ أين الله ليمنع هذا التحرش؟ ما حضرش مدرسة المسيح، ما حضرش الثمان حلقات بتوع سلطان الله ومسؤولية الإنسان. إحنا عايشين في مجتمع قدري، فاكرين ربنا يشوف أي واحد بيتحرش بواحدة يروح مديله بالقلم على وشه، يروح واقع ميت، فالناس كلها تخاف وما حدش يتحرش. نحن نعيش في عالم وضع في الشرير، وبإرادتنا أم بغير إرادتنا سنعيش الألم والمعاناة، ومن لا يتوقع الألم والمعاناة فهو إنسان غير واقعي. إيه اللي يديني الصبر والاحتمال على المرض؟ إيه اللي خليني أقف قدام الموت بلا خوف؟ الرجاء، الرجاء، الرجاء المبارك. وإن خفة ضيقتنا الوقتية تنشي لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. مؤمنين كتار استغنوا عن الرجاء، مؤمنين كتار اكتفوا بالإيمان، مؤمنين كتار اكتفوا بالمحبة بدون الإيمان، مؤمنين كتار اختصروا الثلاثة دي في واحدة أو اثنين. مين قال إن ده ينفع؟ مين قال إن ده ينفع؟ الإيمان العامل بالمحبة، عمل الإيمان، تعب المحبة، صبر الرجاء، كل واحدة منهم ليها وظيفة غير التانية. كيف تستطيع أن تؤمن وأنت ليس عندك رجاء في الحياة الأبدية؟ إيمان إيه ده؟ إيمان إيه ده؟ واحدة من البلاوي اللي دخلت الإيمان المسيحي في العصر الأخير ده ما نسميه إنجيل الوفرة، Prosperity Gospel، عقيدة كده انتشرت في الكنائس المسيحية الغربية بالذات في الغرب، وانتشرت في الشرق أيضا، مأخوذة من فكر من العهد القديم أن لو أنت مؤمن حقيقي بتعيش حياة برة مع ربنا لا يصيبك أذى، يسقط عن جانبك ألوف، عن يمينك ربوات، إليك لا يقرب، فأنت لا هتعيا ولو عيت هتخف، ولن تتألم ولو تألمت هتخف، وأنت لازم تصير غني جدا. واحد جالي من اللي بيؤمنوا بالفكرة دي قال لي أسيس عربيتك إيه؟ قلت له بركب كوري. قال لي ده صح؟ قلت له في إيه؟ قال لي مرسيدس يا أسيس. أنت ما عندكش إيمان ولا إيه؟ أنت تركب آخر موديل، أنت تركب مرسيدس، أنت ما عندكش إيمان ولا إيه؟ فين الإيمان؟ بتهيألي المسيح ما كانش عنده مرسيدس ولا حتى إلنترا كوري. ويكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. إن كانوا لقبوا رب البيت ببعل زبول كم بالحري أهل بيته. أنا بتشتم، قريب حد شتمني على تويتر شتيمة أبيحة قوي، أبيحة أبيحة يعني، فأنا ما بفهمش، فقلت له مش فاهم. فقالوا لي دي أبيحة. فالناس ابتدوا بقى يهاجموه بتاع، وبعدين أختي بعتت لي وقالت لي إيه يا أسيس مش هترد عليه؟ فقلت لها هنسامحه. ردت عليه قالت لي كسفتني. شتم المسيح لم يشتم عوضا. واتفل على وجهه وقيل عنه مهرطق، بتتقال عليا كتير اليومين دول مهرطق. ليكن يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. جميع في الإجراءات
أنا لازم أواظب على التعليم والشركة كسر الخبز والصلوات. في المبادئ أنا لازم أحفظ جميع ما أوصاني به، أعيش بالإيمان والمحبة والرجاء. عايز تختصر إيه؟ وبسبب الاختصار، بسبب إنك عايز تخفف الحياة المسيحية، بسبب إن النير ده مش عاجبك بتاع المسيح وبتحط نير آخر، أو بسبب إنك بتصير تلميذ بس لشخص آخر، أنا تلميذ فلان، أنا تلميذ القسيس الفلاني، أنا تلميذ الواعظ الفلاني، أنا تلميذ الأب الفلاني، أنا تلميذ الكاهن الفلاني، يبقى أنت مش تلميذ المسيح، يبقى حضرتك مش تلميذ يسوع المسيح. ناس تيجي تسلم عليا تقول لي يا قسيس احنا تلاميذ في مدرستك، يبقى انت فهمتني غلط، تبقى مصيبه، تبقى رحت في داهيه. لان التلميذ سيكون كمعلمي، عيوبي هتاخدها، بلاويه هتاخدها. عايز تصير تلميذ، معلمكم بيقول الكتاب واحد هو المسيح، واحد. ويكفي التلميذ أن يكون أنا مش أباف، أنا مش أفضل منه، أنا مش أفضل منه، أنا مش عايز كرامة أفضل منه، أنا مش عايز مكانة أفضل منه، أنا مش عايز أعيش حياة أكثر راحة منه، أنا مش عايز أكون عندي امتيازات أكثر منه، أنا عايز أبقى زيه، أنا عايز أبقى زيه، لأني عايز أقدمه للناس، أنا عايز أكلم الناس عنه، أنا عايز الناس تشوفه، لأن هو الوحيد اللي يقدر ياخدهم ويعلن لهم من هو الآب. أنا ما أقدر، بس هو يقدر. عايز أدعوك النهاردة وأدعوكي وإحنا بنتقدم أمام هذه المائدة، أنك تضع في قلبك هذا التصميم، عايز أعيش تلميذ المسيح، عايز أكون كمعلمي، عايز أقول حط نيرك علي وعلمني منك، عايز أبقى زيك، عايز أحفظ جميع ما أوصيتني به. وما تقولش ما أقدر، ما أقدرش أغفر، لا 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 ما أقدرش أغفر، لا لا ما أقدرش أسامح، لا 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 لا, لا. لا ما اقدرش اعمل الحكايه دي، لا لا تو ماتش، لا 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 لا، لانك بالإمام تستقبل القدره والنعمه اللي تمكنك استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فانت بلا عذر وانت تلميذ المسيح ماشي ورا المسيح، انت بتعطى كل الامكانيات الالهيه لتعيش الحياه دي، فانت بلا عذر، لأن بالإيمان بستقبل قدرة الله وبالحب بعيش مع ربنا وبعيش مع الناس وبالصبر بحتمل أرى في الناس وألام الزمان الحاضر. فأنا بالعمل هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ ما انك قررت تختزل الحياة وتقول له نقيل اتنين السنة دي، السنة الجاية هاخد اتنين غيرهم، مش هيبقى اربعة اكتر علي، انا كل سنة هاخد اتنين بس على قدي. لو على قدك مش هتقدر تعمل ولا حاجة، لكن على قده تقدر تعمل. وقف معايا عشان صار. غمض عينيك معايا واحنا نستعد لمائدة الرب النهاردة. هيبقى عندنا وقت طويل واحنا بنصلي وبنسبح وانت بتتناول من جسد المسيح ومن دمه، وانت مش مجرد بتتذكر، لا 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 لا، وانت بتتحد بيه، انت بتقول انا عايز ابقى تلميذ ليك، ليك يا سيد، عايز اعيش حياتك، عايز اعيش مبادئك، عايز اعيش قيمك.
عايز أعمل اللي أنت عملته بقوتك مش بقوتي، بنعمتك مش بإمكانياتي، عايز أجاهد معاك ومع الناس وتغلبني وسيب الناس تغلبني وتغيرني وأبقى زي ما أنت عايزني أكون. أنا جاي أقبل أني أحفظ جميع ما أوصيتني به، جاي أقبل يا رب أن أنا أعمل كل اللي طلبته مني، ومع أنه مش كتير، أن أواظب على التعليم والشركة وكسر الخبز والصلوات وأحفظ جميع ما علمتني إياه. أنا أعيش بالإيمان وبالمحبة وبالرجاء. عايزك تجدد عهدك ده النهاردة مع ربنا. هكتب على جبهتي وأقول تلميذ يسوع المسيح، عايش حياتي أتعلمك أتعلمك وسيبك تعيش فيها، وينقص كل مالية وتزيد أنت وحدك. الترنيمة اللي احنا عمالين نرنمها الأسبوع اللي فات ويوم الحد، وتزيد أنت وحدك، تعلن حقك فيها ويظهر كل مجدك. عايز الناس تشوفك أنك أنت اللي بتوريهم الآب، عايز الناس تعرفك عشان أنت اللي بتاخدهم إلى حضن الآب. مش عايز أشوه الصورة دي، مش عايز أنفر الناس منك. ينقص كل مالية وتزيد انت وحدك، تعلن حقك فيا يظهر كل مجدك. ينقص كل مالية وتزيد انت وحدك، تعلن حقك فيا يظهر كل مجد. برفع اسم إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بسود. برفع اسم إلهي عالي عالي كل جمالي فيك. برفع